اجتماعه يوم الخميس وافق اولا على اعتماد آلية لتتبع كل الشكايات التي يقدمها المواطنون والمواطنات عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي وصلت إلى ما يبلغ 50,000 شكاية لم تكن لم تعالج، وأعطى المجلس الحكومي أجل لمعالجة هذه الشكايات مع وضع آليات للتتبع في كل الوزارات المعنية من وزارة العدل ووزارة الداخلية وغيرها. وهذا في رأينا من شأنه أن يعزز كل الترسانة الموجودة في بلادنا لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. والآن المواطنين والمواطنات لهم الإمكانية للتوجه عبر المجالس اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة بعض المناطق اللي فيها كلام كثير المناطق الجنوبية. ولكن في رأيي كنظن بأن هذا شيء إيجابي نسجله، ولكن أظن بأن خصنا نمشيو أكثر، وأن تكون آلية كذلك لاستقبال كل الشكايات التي تأتي عبر الفاعلين في المجتمع المدني وخاصة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. ثم المجلس الحكومي صادق على قانون مشروع قانون آخر، وهو القضاء العسكري واللي صادق عليه البارح في مجلس الوزراء، إذن سيقدم إلى البرلمان. هذه خطوة في تعزيز حقوق الإنسان في المغرب، لأن هذا المشروع القانون يجعل أن كل مدني لا يمكن متابعته أمام محكمة عسكرية. هذا تقدم، لكن فيه أشياء بالنسبة لي هنا أخذ قبعة، واسمحوا لي أن النظر للشمس أنني سأضع قبعة، قبعة المدافع عن حقوق الإنسان، وهو أن هذا المشروع قانون أولا يحتفظ بثمانيات الحالات اللي فيها حكم الإعدام، ثانيا أنه يحتفظ بالمحكمة العسكرية، في حين أن بعض البلدان حولت المحكمة العسكرية إلى غرفة عسكرية داخل المنظومة ديال المحاكم في بلادها. هذه أشياء كذلك اللي ربما قد نتقدم فيها في المستقبل، ولربما في بعض الأشياء مثلا في ثمانيات الحالات ديال حالات الإعدام، ربما البرلمان في مناقشته لهذا المشروع القانون قد يقلل من هذا، علما بأن هيئة الإنصاف والمصالحة سبق لها في التوصيات التي قدمتها أنها أن تزيل عقوبة الإعدام اعتمادا على مسائل وقفت عليها، وهي أن هناك من أعدموا في محاكمة إطر انقلابات 71 و72، والذين ظهر فيما بعد أن الأمور لم تكن ثابتة في حقهم، ولهذا جعل هيئة الإنصاف والمصالحة تقترح حذف بعض حالات الحكم بالإعدام خاصة في الانقلابات العسكرية. قد يحتفظ ربما بهذه الحالات في حالة حرب، أما في حالة سلم نحن في الحركة الحقوقية نقول بأنه يجب الاحتياط كثيرا من الأحكام لعقوبة الإعدام، لأنها لها خاصية، وأنه في حالة الخطأ لا يمكن أن يصلحها. نعم. كسؤال أخير، ثلاث شخصيات نتمنى إجابات مقتضبة. سي الأبيض كريم، هذاك الأخ ديالي الكبير اللي هو رباني، واللي كان له الفضل أن العائلة كلها تشبعت بالمبادئ ديال النضال السياسي وديال النضال من أجل المستضعفين والقران الذات والطهارة والقناعة. الأستاذ مصطفى الباكوري، أستاذ مصطفى الباكوري زميل سابق، اشتغلت معه في جودي ولازلنا أصدقاء إلى الآن وعلاقات طيبة، وهو إطار من أحسن الأطر الوطنية في ميدان التدمير. السيد إلياس العماري، إلياس العماري أعرفه منذ
زمن طويل منذ عدة عقود، وعلاقتنا كانت دائما مبنية على الصراحة والاحترام المتبادل. نعم، شكرا أستاذ محمد الكريم، ونكتفي بهذا القدر. شكرا.